الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. بكم متابعينا الكرام في نشرة وطن الاقتصادية، وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم الأربعاء 4 من كانون الثاني للعام 2023. معكم في الإعداد والتقديم أنا رشا حسوني، والتحية للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة وعبد الله الخطيب. تتابعون الآن على وطن أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم، وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك. نشرة وطن الاقتصادية تأتيكم برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، وبناء. ننتقل مباشرة إلى العناوين، وفي أولى ملفاتنا لهذا النهار: حملة التوفير من البنك الإسلامي العربي 10.500 والفرصة كتير قوية مستمرة، وأكثر عن أهمية التوفير والادخار. وفي ورقتنا الثانية: بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة للمرة السابعة منذ نيسان الماضي، فماذا بعد؟ ننتقل مباشرة من العناوين إلى التفاصيل، وفي ورقتنا الأولى اليوم نتحدث بالمزيد حول حملة حسابات التوفير التي أطلقها البنك الإسلامي العربي، وتحمل شعار 10.500 والفرصة كتير قوية. بالرجوع قليلا إلى الوراء، أعلن البنك الإسلامي العربي إطلاق حملة جوائز حسابات التوفير تحت شعار 10.500 والفرصة كتير قوية في شهر تموز من العام الماضي، وذلك ضمن سعي البنك لمكافأة عملائه وتشجيعهم على الادخار من خلال إتاحة الفرصة بالفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها الحملة للعملاء، وكذلك الاستفادة من الخدمات المصرفية الإسلامية المميزة التي يقدمها البنك الإسلامي العربي. قليلا متابعينا الكرام الآن لنرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ أحمد سرطاوي، مدير العلاقات العامة في البنك الإسلامي العربي. أستاذ أحمد، مساء الخير وحياك الله. يسعد مساك رشا، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين بخير، ما دمتم بخير، وكل عام وأنتم بألف خير، أنت وأسرة البنك العربي الإسلامي لمناسبة العام الجديد. كل عام بخير الجميع، كل عام بخير كل المستمعين لوكالة وطن، الوكالة اللي دائما مستمعيها يعني جمهور عريض، ويعني احنا بنسعد نتعامل معها. يعني نشكرك على هذه الأمنيات الطيبة أستاذ أحمد. يعني
حاب اليوم يعني شوي نرجع بالذاكرة إلى الوراء، إلى تموز من العام الماضي. في هذا الشهر، شهر تموز من العام الماضي، تم إطلاق حملة 10 و500، والفرصة كتير قوية، وكانت هي طبعا لحسابات التوفير. حملت هذه الحملة هذا الشعار لتشجيع عملاء البنك على الادخار والتوفير. بحب نرجع يعني أشهر قليلا إلى الوراء، ويعني نتحدث عن هذه الحملة منذ بدايتها من قبل كم من شهر. احنا في تقريبا في 16/7 اطلقنا حمله كبيره وجوائزها كثير قيمه، على اساس انه كل المشتركين والزباين يعني يحصلوا على فرصه بالفوز بجائزه يوميه مقدارها 10,000 شيكل، واحد الجوائز الكبرى بقيمه 250,000 شيكل. طبعا احنا بنحب نشجع سياسه الادخار لدى المواطن الفلسطيني. زي ما بنعرف انه في كثير من الالتزامات على المواطن الفلسطيني من تعليم اولاد، وزي ما بنحكي انه ادخر القرش الابيض ليوم الاسود، فهذا الموضوع كثير حساس لدى المواطن الفلسطيني، فاحنا بنحب نعززه وبنعزز سياسه الشمول المالي. زي ما بنعرف احنا في فلسطين حسب الاحصائيه اللي عملتها سلطه النقد انه سياسه الشمول المالي لا تتعدى 40% من الناس اللي عندهم حسابات لدى البنوك، فبنحكي عمليا على 60% من الناس غير مشمولين لدى البنوك او ما لهمش حسابات في البنوك الفلسطينيه. نعم. طيب يعني الآن هو ربما أنا عندي أكثر من تساؤل متعلق بالإدخار وبالتوفير، ولكن قبل التطرق إليهم بحب أنه كمان أذكر ويعني ألفت عناية المتابعين الكرام إلى أنه الجائزة الثانية أو السحب كان الثاني على الجائزة الكبرى في ضمن الحملة كان هو من أكثر من حوالي يومين ثلاثة، بداية الأسبوع الحالي جرى السحب يوم السبت تحديدا، جرى السحب على الجائزة الثانية تبلغ قيمتها ربع مليون شيكل، وكانت من نصيب المدخرة منى عايش من محافظة قلقيلية. وبحب تحكي لنا كمان عن أجواء عملية السحب وكيف كان، يعني كيف كانت الأجواء، خصوصا أنه هيك إحنا بنكون، وبتصحح لي معلومتي إذا غلط، يعني انتهينا من السحوبات على الجائزة الكبرى. إحنا يوم الاثنين السابق في 2/1/2023 عملنا السحب على الجائزة الكبرى الثانية بقيمة 250,000 شيكل. طبعا كانت أجواء كثير جميلة من المواطنين إنه بيستنوا مين هو الفائز. طبعا إحنا جرينا السحب في فرع البيري، ولكن ممكن يكون الفائز في أي فرع من فروع البنك الإسلامي العربي الممتدة من غزة أو من الضفة الغربية. ففعلا كانت أجواء حماسية، إنه الناس يعني مين راح يكون الفائز، مين راح يكون الفائز، خاصة إن قيمة الجائزة نسبيا كبيرة شوية. فكانت نصيب أحد العملاء في فرع قلقيلي واسمها منى عياش، طبعا باركنا لها، وهي تلقت يعني الخبر بطريقة مدهشة وطريقة يعني كثير جميلة، إنها انبسطت ويعني ممكن تعمل مشروع خاص فيها أو تدخر هذا المبلغ بطريقة يعني تستفيد فيها في أوقات تانية. إحنا في حملتنا يعني المميز فيها إنها شروط سهلة جدا، يعني أنت من خلال توفير ما قيمته $100 أو أكثر، يعني الحد الأدنى $100، أنت بتحط $100 بتدخلك الفرصة بالفوز على أحد الجوائز زي ما حكينا اليومية أو الربع سنوية، تمام؟ وممكن تفتح حساب التوفير بدون ولا شكل، يعني أنت بتفتح في أحد فروع البنك الإسلامي العربي تقدر تفتح حساب التوفير بدون ولا دولار، ولكن عشان تشارك بالسحب لازم يكون رصيدك الحد الأدنى $100. هلا عملنا سياسة إنه نشجع الناس، برضو الناس اللي العملاء اللي عندنا قديما، فعملنا كل سنة فرصة جديدة بالفوز، يعني اللي له 10 سنين مثلا بيدخل ب10 أسماء، مش باسم واحد، ب10 أسماء. كل $100 زيادة برضو بتعطيه فرصة جديدة بالفوز. يعني حدا عنده $1,000 وله 10 سنين عمليا بفوت ب20 فرصة، ب20 اسم. فهي بتشجع الناس اللي العملاء القدامى عندنا على أساس إنه يأخذوا فرص أكبر من العملاء الجدد. طبعا يعني هاي بتعطي بجوز يعني كمان معاملة تفضيلية، خلينا نقول لي العملاء القدامى وأصحاب يعني الحسابات القدامى لدى البنك. نخلق نوع
من الولاء ونوع من التقدير ومكافأة الزبائن القدامى عنا، على أساس إنهم هم اللي يعني شركائنا وهم اللي بنوا البنك وهم إحنا نعتز في شراكتهم كزبائن قدامى. طيب تمام. هلأ ربما كمان أستاذ أحمد أنا بحب أنقل لك تساؤل يدور في يعني في بال وفي خاطر كثيرين، بأنه الفائز وتحديدا الفائزين في السحوبات أو في الجوائز الكبرى، خلينا نقول أنه دائما في تساؤلات حول أنه كيف بيفوزوا، هل يعني ما نعرفه نحن على الأقل بأنه السحب بيكون إلكتروني، ولكن هل في معايير أخرى؟ مثلا هل في قيمة محددة مثلا للحساب، حساب التوفير والمبلغ المدخر في حساب التوفير، هل هذا بيعزز فرصة الفوز؟ وهذا دائما تساؤل صراحة بخطر في بال الكثيرين، بأنه كيف بتم يعني اختيار أو تحديد الفائز بالجوائز وتحديدا الكبرى؟ تمام. احنا في البداية بنحب نطمن كل زبائننا وكل الجمهور انه عملية السحب تجري بطريقة كثير فيها نزاهة وشفافية. يوجد في البنك تقريبا 7 دوائر تشرف على عملية السحب، يعني هاي الدوائر كل دائرة بترسل مندوب على أساس أنه في بتحضر عملية التحضير للداتا البيانات. إحنا في إشي بنسميه كراتيريا، يعني شو الكراتيريا اللي نعتمدها لإجراء السحب. في مجموعة من الكراتيريا، مثلا زي ما حكينا يكون الحد الأدنى للسحب $100، تمام؟ إله رصيد في هذا اليوم. إذا إله رصيد بنجري السحب على كافة بيانات البنك في كافة الفروع، ما بنستثني أي فرع، ما بنستثني أي معاملة أو أي حساب اوريدي هو داخل في ضمن خيارات السحب العشوائي. هل هذا النظام، في نظام آلي عندنا بالبنك ببنوه دائرة الاي تي وبيشرفوا عليه دوائر التدقيق بطريقة مهنية عالية جدا، ولما يؤهل هذا النظام بيتم احنا بنحضر الداتا بشكل يومي، تمام، وبيشرفوا عليه زي ما حكينا 7 دوائر بيجوا بيشرفوا على عملية السحب على أساس أنها تكون عملية السحب بالضبط يعني نزيهة بطريقة 100%. يعني ليس شرطا وليس أساسيا كما يخيل للكثير منا بأنه يجب أن تكون مثلا المبلغ المدخر هو كبير فبالتالي هو بيكون مرشح أكثر للحصول على جائزة كبرى، هذا ربط يعني غير سليم أفهم منك. كثير من الزبائن كان في رصيدهم $200 وفازوا بقيمة 10,000 شيكل، هذا الحكي يعني واقع وأكيد 100%. ما بيشترط إنه يكون في حسابه يعني مبالغ كبيرة على أساس إنه يدخل في عملية السحب. زي ما حكينا في كثير من الزبائن أرصدتهم كانت قليلة نسبيا $300 $500 وأخذوا فرصة الفوز بقيمة 10,000 شيكل. نعم. طب أنا بحب أستثمر كمان فرصة وجودك معنا أستاذ أحمد ونتحدث قليلا عن الادخار كقيمة، يعني كسلوك له قيمة عمليا في حياتنا يعني كمواطنين وكمواطنات. الآن ربما يعني الوضع الاقتصادي المعاش في البلد هو لا يخفى عليك ولا يخفى على أي أحد بأنه في صعوبة وفي تعقيد عمليا في الأوضاع الاقتصادية، والادخار هو ربما يعني صراحة شكل من أشكال يعني الترف، لأنه اللي طايح بالشعبي رايح واللي بيجي على الأد إن صح التعبير، وفي هذه يعني ربما دلالات على يعني كمية الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطنين. فبالتالي إحنا لما بنحكي عن الادخار بدنا نحكي عمليا عن وفرة، أليس هذا صحيحا؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون في وفرة. إحنا أخت رشب تعرف أنه بنعيش ظروف استثنائية. صحيح. في يعني مرات خلينا نحكي على العامل، يوم بيشتغل باليومي على سبيل المثال، يوم بيشتغل يوم بيشتغلش، بنيجي على الموظف التزاماته كثيرة ورواتب محدودة. فإذا أنا ما حددت كثقافة أنه يكون في عندي نوع معين أو مبلغ معين من التوفير، يعني بصراحة الإنسان راح يضيع، يعني سواء كان موظف أو عامل أو كذا. هلا في آلية في البنوك تسمى الستاند أوردر، يعني خلينا نقول أمر دوري ثابت. على سبيل المثال إذا كان عنده راتبه 3,000 شيكل خلينا نحكي، وهي خلينا نقول الفئة الكبيرة، فأنت بتحكي للبنك اعمل لي أمر دوري ثابت خلال الشهر، حول لي من الجاري من الراتب اللي بينزل 3,000 شيكل مثلا 50 شيكل. 50 شيكل هذول بيتم اقتطاعها بطريقة آلية مجانية وتروح مباشرة على حساب التوفير. عفوا 50 شيكل
اللي بيروح من راتبي أو من راتب أي موظف يعني مش راح يشعر فيهم، ولكن هذول 50 على 50 ممكن يكون في المستقبل مبلغ اللي يقدر طبعاً بتناسب طردياً مع المبالغ الكبيرة. هل الراتب 6000 شيكل ممكن يكون والله اقتطع لي 200 شيكل من 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 راتبي وودي لي إياهم على التوفير. هاي الثقافة شئنا أو أبائنا لازم نتعامل فيها، اللي هي ثقافة التوفير أو ثقافة الادخار. إحنا بنعرف إنه دالة الاقتصاد، يعني أنت مرات تنفق على خبر سمعته إنه راح يزيد في دخلك، ما بالك إنه إذا زاد الدخل فعليا، يعني كديش بتزيد الدخل كديش بزيد الإنفاق. فهي دالة طردية، يعني هذا بتعمل إشي طردي، إنه على يعني لازم يكون في عنا ثقافة إنه جزء من الراتب اللي أو الدخل اللي بتحصله يكون توفير بالضبط. لا لحالات ممكن الواحد يكون يعني مش حاسب حسابه، لا سمح الله لو مرض، لا سمح الله لتعليم ابنه مثلا، لكان اي طرأ عليه بالمستقبل. نعم، يعني هو ربما يعني نحن لسنا مختلفين بطبيعه الحال على اهميه الادخار وعلى يعني ضروره التوفير، وربما ولكن يعني هو التساؤل انه في ظل يعني التعقيد عمليا، تعقيد الاوضاع الماديه وصعوبتها والاعباء الماليه الكبيره، هون بجوز بسوى كمان انه المؤسسات المصرفية والبنوك أيضا يكون لها دور تشجيعي ودور تحفيزي، ويعني أدلل على ذلك ب يعني ما نتحدث عنه اليوم وما بدأنا حديثنا عنه اليوم، حملة 10 أو 500 والفرصة كتير قوية، وأيضا يعني أدوات يعني ووسائل مساعدة ومساندة من البنوك للمواطنين لتشجيعهم ولتحفيزهم أيضا على التوفير وعلى الادخار. صحيح ست رشا، يعني موضوع التوفير زي ما حكينا، إذا البنوك ما ساهمت فيه وما عملت نوع من المكافآت ونوع من التحفيز، يعني إحنا يعني مسؤولية كبيرة على البنوك ملقاة. عندنا في البنك مثلا خلال هاي الحملة اللي صارت، في عندنا 106 فائزين، كل فائز فاز فيها بقيمة 10,000 شيكل، وفي 2 فائزين زي ما حكينا بالجائزة الكبرى، الأولى صارت بشهر 10/2022 والثاني قبل أسبوع ب2/1/2023. ففعلا الحقيقة صحيح إنه لازم يكون في نوع من المسؤولية على البنوك إنها تشجع عملية الادخار وتكافئهم وتعزز من فرص الفوز للمواطنين. نعم، يعني أنا أشكرك أستاذ أحمد سرطاوي، شكرا على وجودك معنا اليوم، شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد سرطاوي مدير العلاقات العامة في البنك الإسلامي العربي، شكرا جزيلا. تجدر الإشارة متابعينا الكرام إلى أن يعني البنك الإسلامي العربي أطلق العديد من الحملات المتنوعة لمكافأة العملاء ولتشجيعهم على الادخار من خلال إتاحة الفرصة بالفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها هذه الحملات، ومن ضمنها حملة 10 و500 والفرصة كتير قوية للاستفادة من يعني هذه الجوائز وللاستفادة أيضا من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الإسلامي العربي. ملخص يعني سريع حول الحملة، هي بدأت ب17 من تموز الماضي واستمرت حتى نهاية العام الماضي. أتاحت هذه الحملة الفرصة لأصحاب حسابات التوفير الفوز بجائزة يومية بقيمة 10,000 شيكل وجوائز كبرى بقيمة 500,000 شيكل، جائزتين كبيرتين كل واحدة منهما بقيمة 250,000 شيكل، والسحب على الجائزة الأولى كان في شهر أكتوبر الماضي، السحب على الجائزة الثانية الكبيرة كان
قبل يومين على وجه التحديد ومتطلبات الحصول على فرصة الفوز بهذه الجوائز هي فقط فتح حساب توفير بقيمة $100 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وكل إيداع إضافي بالحساب بقيمة $100 يزيد من فرص الربح بالجوائز، علماً أن الحملة للعملاء الحاليين والجدد أيضاً. إلى ورقتنا الثانية متابعينا الكرام، وفيها بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة للمرة السابعة منذ نيسان الماضي، فماذا بعد؟ إلى التفاصيل، وكان بنك المركزي الإسرائيلي قد قرر يوم الاثنين الماضي أول أمس الاثنين رفع سعر الفائدة للمرة السابعة منذ نيسان الماضي بنسبة 0.5% لتصل بذلك إلى 3.75% في خطوة تتفق مع التوقعات، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في دولة الاحتلال منذ الربع الأخير من العام 2008. يأتي قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم رغم اتباع آلية رفع سعر الفائدة في سلسلة هي الأطول من قرارات زيادة الفائدة منذ عقود في دولة الاحتلال، لتسجل مستويات قياسية في محاولة للجم التضخم وللسيطرة عليه أيضاً. متابعين الكرام، استضافت نشرة وطن الاقتصادية الخبير المالي والمصرفي الأستاذ محمد سلامي، وأوضح بأن موجة التضخم العادية التي اجتاحت العالم مطلع العام الماضي لأسباب مختلفة ومن ضمنها ارتفاع تكلفة سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الشحن البحري، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدعم الحكومي في العالم خلال جائحة كورونا، أوضح أنها لا زالت تضرب الاقتصاد العالمي ولكن بحدة أقل من السابق. ووفقاً لضيف نشرة وطن الاقتصادية أمس الثلاثاء، فإن البنوك المركزية العالمية الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي والمركزي الإسرائيلي وغيرها تدير السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة بهدف رفع تكلفة الأموال وبالتالي الحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة التضخم. يتعلق بسلوك البنك المركزي الإسرائيلي، أشار ضيفنا إلى أن رفع سعر الفائدة للمرة السابعة خلال العام 2022 استطاع كبح جماح التضخم في دولة الاحتلال. التضخم حاليا في أعلى مستوى منذ 14 عاما، وقف عند 5.3%، فيما يهدف بنك إسرائيل إلى خفضه ليصل إلى نسبة تتراوح بين 1-3%، بينما ارتفع سعر الفائدة القياسي إلى 3.75% من 0.1% في نيسان الماضي، مع احتمال أن يرتفع مرة أخرى إلى 4% خلال الأسابيع المقبلة. فيما يتعلق بارتداد قرار البنك المركزي الإسرائيلي رفع سعر الفائدة على الحالة الاقتصادية الفلسطينية، أوضح ضيفنا بأن البيئة الاقتصادية الفلسطينية بيئة متعددة العملات وستتأثر حتما بما ينتج عن ارتفاع أسعار العملات المختلفة، الدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي وغيرها. وقال أيضا يلاحظ أن التضخم في فلسطين لم يرتفع إلى الحدود التي بلغها في دول كبرى، حيث بلغ 4% في فلسطين، وقد لا نحتاج لرفع كبير في سعر الفائدة رغم تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي. وأكد أن التأثر برفع سعر الفائدة على الشيكل أكبر مقارنة برفع أسعار الفائدة على العملات الأخرى.
وفيما يتعلق بارتفاع تكلفة السداد الشهري على المقترضين من البنوك بعملة الشيكل، أوضح ضيفنا بأن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة السداد الشهري على المقترضين، وهذا ما سيضطرهم للاستغناء عن شراء بعض السلع نظراً لارتفاع أسعارها من جهة، ولتأثر الخطة المالية الشهرية للمقترضين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض من جهة أخرى. وأيضا كانت هنالك إشارة إلى احتمالية التعرض لمخاطر اجتماعية كبيرة ومدمرة بسبب التضخم، وتحكمه القاعدة بأن التضخم يزيد القوي قوة ويزيد الضعيف ضعفا، وهو الأمر الذي يدفع صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه. جزئية لا تقل أهمية عن ارتفاع تكلفة السداد الشهري على المقترضين، تحدث ضيفنا بخصوص التوقعات المتعلقة بأسعار السلع الأساسية، الطاقة والكهرباء والسلع الغذائية الأساسية، وقال متوقعا أن لا تعود الأسعار لما كانت عليه قبل العام 2022، موضحا بأن أسعار بعض السلع الأساسية كالطاقة ستبقى مرتفعة لفترة قادمة بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال أيضا يجب أن نعتاد على بعض الارتفاعات على الأسعار، حيث إنها لن تعود كما كانت عليه قبل العام 2022، حتى لو زالت مسببات الارتفاع قد تتراجع الأسعار قليلا، ولكن لا عودة للأسعار إلى سابق عهدها. نتوقف الآن عند أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي كما جاءت عن سلطة النقد الفلسطينية لهذا النهار، ونبدأ بالدولار الأمريكي. سعر الشراء جاء ب3.52 شيكل، وسعر البيع جاء مماثلاً ب3.52 شيكل. ننتقل إلى الدينار الأردني، سعر الشراء جاء ب4.96 شيكل، وسعر البيع جاء ب4.98 شيكل. اليورو الأوروبي، سعر الشراء جاء ب3.72 شيكل، وسعر البيع جاء مماثلا ب3.72 شيكل. ويلاحظ بأن هناك ارتفاع على سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي، ويلاحظ أيضا ارتفاعات متتالية. فيما يتعلق بالجنيه المصري، أخيرا سعر الشراء جاء ب14 أجورة، وسعر البيع جاء مماثلا ب14 أجورة. قبل الختام متابعينا الكرام، عودة وتذكيري بأوراق نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، وفيها ورقتين. الأولى حملة التوفير من البنك الإسلامي العربي 10.500، والفرصة كتير قوية مستمرة، وأكثر عن أهمية التوفير والادخار. وفي الثانية، بنك إسرائيل يرفع سعر الفائدة للمرة السابعة منذ نيسان الماضي، فماذا بعد؟ إلى هنا متابعينا الكرام، انتهت نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار. أشكركم على حسن المتابعة، لكم تحياتي، أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني، والتحية أيضا للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغة وعبد الله الخطيب. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. وطن.
وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء.